كغيره من الأولياء يصطحب أمين رضيعه إلى هذه المؤسسة الاستشفائية الجوارية لتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح في إطار حملة تلقيح وطنية وفقاً لرزنامة جديدة أعلنت عنها وزارة الصحة الوطنية شملت بعض التعديلات في رزنامة اللقاحات التي يتلقاها الأطفال الرضع. الحمد لله كان أوليو اللي يديروا لهم 3 فاكسان يديروا لهم 1 فاكسان في أنسل إنجكسيون مع الأول كانوا ينجكتيوهم 3 فوا ودوكا الحمد لله هم ينجكتيوهم 1 فوا خير منهم 3 فوا. Il est allégé par rapport à l'ancien, moins d'injections et même pour les parents, au lieu de venir à 3 mois, à 2 mois, à 6 mois, à une année, donc c'est il vient à 2 mois et à la naissance, à 2 mois, à 4 mois, à une année, donc il est allégé plus ou moins. Et moins agressé pour l'enfant parce que l'injection, c'est douloureux pour l'enfant. الجزائر عملت منذ سنوات على القضاء والحد من الأمراض المعدية والخطيرة من خلال برنامج التلقيح المعتمد، إلا أن جائحة كورونا أدت إلى تعطل بعض حملات التلقيح في بعض المناطق، مما استدعى إطلاق حملات استدراك واسعة. في وقت كورونا دونك سيتي لاليرت الناس كامل خافوا قعدوا في الديار وكلش دونك يا اون كوبور الناس ما راحوش يديروا التلقيح الوغ كو نورمالمون التلقيح يندار في وقته اون اي سي دو لو راتراپي درنا اي سيونس دو راتراپاج لي زونفون ايز ايتي راتراپي سما ايزون بينيفيسي دو لور فاكسين مالغري ان روتار مي تم تلقيحهم. الرزنامة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من 15 أكتوبر لا تشمل تغييراً في التطعيم وإنما دمج بعض اللقاحات بما يضمن تلقي الجرعات كاملة في وقتها ودون عناء حماية لصحة الأطفال من أمراض خطيرة كانت تسبب لهم إعاقات حركية وذهنية.